أعلن وزير التعليم المصري يسري الجمل أنه سيتم تفعيل القرار الذي اتخذته وزارته قبل 15 عاما بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف الدراسية. وقد احتدم الجدل في مصر حول النقاب بعد تصريحات نسبت لشيخ الأزهر قال فيها إن النقاب لا علاقة له بالإسلام. إلى زملائه وزراء الأوقاف والصحة والثقافة والسكان المعارضين لارتداء النقاب في أماكن العمل، انضم وزير التعليم ليصبح آخر من يزج بنفسه فيما بات يعرف بمعركة النقاب. أعلن الوزير تفعيل قرار عمره 15 عاما بمنع النقاب داخل الفصول الدراسية، قرار يستند إلى تأييد من المحكمة الدستورية، ويراه قياديون في وزارة التربية والتعليم عاملا ضروريا لإنجاز رسالتهم التربوية. هو احنا عندنا الناحية التربوية أن المعلم ليس معلم بالصوت فقط، لكن المعلم تعبيرات وجهه مهمة جدا، لأنه إذا أراد أن يوصل للأولاد موضوع زي موضوع استنكاري أو موضوع استفهامي أو موضوع اندهاش أو موضوع يدل على الفرح أو على الحزن، كيف يعبر؟ يعبر بالصوت وتعبيرات الوجه. من أين تأتي تعبيرات الوجه وقد غطي؟ التلميذات نفس القصة. التلميذات يعني لن أخوض في الناحية الدينية في هذا الموضوع لأن دي لها رجالها، ولكن التلميذة أيضا يجب أن تلاحظ المدرسة علامات قبول المعلومات عليها. هو إذن منعطف جديد في معركة النقاب التي ترتبط في الوقت الراهن باسم شيخ الجامع الأزهر. فالشيخ يتعرض لانتقادات شديدة بعد توبيخه تلميذة في مدرسة لارتدائها النقاب، وما أعقب ذلك من قرار للمجلس الأعلى للأزهر يمنع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الخاصة بالفتيات وكذا في المدن الجامعية. لم يتجرأ وزير التربية والتعليم ولا التعليم العالي على هذا الأمر إلا لما فتح له الباب شيخ الأزهر، هو الذي جرأه على هذه القضية. يعني ساب الأقصى وساب الحريات العامة، حرية الفتاة لا تلبس ما تشاء وحرية شخصية، وأصدر قرار منع الدخول بالنقاب وكمان المدينة الجامعية، وطبعا لأن ده شيخ الأزهر فهذا حذوه وزير التعليم العالي والتربية والتعليم وخلاص يعني. نفس المنطق الجدلي يسود في الشارع بين مؤيدي النقاب ومعارضيه. النقاب فرض، مش يعني لما البنت تيجي تلبسه ده حماية ليها، مش غلط، احسن من البنات اللي ماشيه في الشارع لابسه بنطلون جينز وبوديهات وبتعرض نفسها للشباب. لا لا بالعكس، على فكره انا اعرف ناس كتير منقمين ومش كويسين. ما بنقول لهمش ايه اقلعوا هدومكم ولا البسوا ضيق ولا البسوا هدوم خارجه، لا البسوا هدومكم الطبيعيه والطرحه العاديه. انا واحده عايزه استر نفسي وعايزه اخبي ملامحي واخبي، مش عايزه حد يشوفني، انا راضيه بكده. لكن انت شاكك ان انا ممكن اخش الجامعه اعمل حاجه ارهابيه او اخش الجامعه اكون اسرق حد او اكون راجل؟ اكشف عليا عند واحده ست تشوفني، لكن ده ستر. كل الشواهد تقول بان خطوه وزير التربيه والتعليم بمنع النقاب داخل الفصول الدراسيه لن تكون الاخيره في هذه المعركه، معركه تتفاعل في شتى الساحات وبابطال من مختلف الاطياف السياسيه والدينيه وبصدى يتردد في كل مكان. عمرو عبد الحميد، بي بي سي، من القاهره.